النبي افتح لي السخمات دي وحياه والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الاجره. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ مستعجل ليه؟ العجله الندامه. انت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش ازاي؟ انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت عايزينها؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كان حش وسطك. انت واحد. يا اخي. انت واحد. انت واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا. طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطة. طنطة واحد. ايه واحد. اتنين نفس رحل. قول لي يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين. صوفيا. صوفيا الوشمة. طب عندي الشفة. صوفيا. صوفيا طب عندي الشفة. اشرب. اديني واحد من ده وحد ابوه. صوفيا. ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. وهو يطلع زي ما يطلع. عناية سونيا جميلة جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ واحنا فاتحين سبيل. طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان ده اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسعره دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فاضيلك. اول مره تنزل مصر. ايه؟ اول مره تنزل مصر. ايوه انا اول مره انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجه وحشه. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ده امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصاره. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه المسعره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالك. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف ده؟
دي الكوبايه 18 فاك 10 سخ ليه شويه الماء البيضه دول 10 سخ اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم حلو قوي كده كويس متحش وسطك محدش يستحق من ثلاثه تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب باب ايه ده كان لسه على طرطوفة لسانة دلوقتي باب ايه يا برطوشي باب ايه باب الوزير اما الوزراء بقى لهم ابواب اما باب ايه بس باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب اما باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويلة باب البحر باب اللوق ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور طب يا اخو قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا بينا امري لله يلا بينا ايه رايح فين رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش حوش هنداوي انت هنداوي ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الام يا ولي مين حاجينا ساعة زي دي الام قوم يا راجل افتح دهدي طيب انكتمي باي مين؟ خالي بالحضن يا خال مين؟ حسنين ايوه حسنين بشحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك؟ اهلا يا حسنين بركه انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعال يا راجل هناك تعالي ايه ده فر فر ايه؟ دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يلا في الزقوق قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال ده اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه اي والله وازاي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايوه بيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيش يا مرات خالي ما جبتيش في حاجه وحشه بيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي ما انا اتلهيت على عيني بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب اقول لك ايه تعال اقعد انا هنام هنا داني بنام هنا ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال يا جماعه ما يصحش قوم تعالى معايا هناك قوم ده انت عليك تحكمات فاطمه ايه بقول لك ايه قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها لا ودي وقعت اهدي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السوني ايوه بتاعها بيضه كده هاتلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بقيت يتيم يا خال معلش استهدى بالله بكره تنسي انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف شد حيلك يا ول ايه ما بتاكلش فول ولا ايه فول ايه يابا شد على الله ده احنا فينا الصحة تهد جبال انت فاكر نفسك مين قوم جامد قيامتك قوم معلش يا راس العاد معلش الواد جديد لسه مولة الناس يا بوي ما الحرام ولا ايه طول بالك مطول على الاخر لا طول بالك يا ريس احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه قلت لك قوم يا فجري خد بايدك خد قوم يا غشيم أهياني
أهياني أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين هنا. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله إيه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهو مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يقولي يا عيب يقوليه. اسكت انت، انا مش ناقصاه. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط شاركنا في الاوضة. ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خلقك حش وسطك انت راخ. قوم يا رغم. شد حيلك ومال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر ايه امال؟ بلوزه بلوزه. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزه. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يان شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يان يان شيل. ايه يا ولدي خمة فنك. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المورة طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا هاله اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا هاله وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كان ده في تنيتك وانت زي البغل كده، كان حش وسطك. اقول لك ايه احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع مش دوم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ملة على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لوحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال. حاضر. دي عيشه تعرف يا اخي.
تخليش بالك، ما هو بني ادم على نياته وشرب المقلب، هيفضل يلف طول الليل يدور على شيء محسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شيء محسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ابو غريب. لا اسمه شاي محسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ هات يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ انا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوه. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. انا بقول اخد العيال معايا عشان انا خايف عليهم. لا انا هسيبهم مالكش دعوه بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. اوعى بقى. اديني شاي ام حسن. الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن. يا ابني مفيش حاجه اسمها شاي ام حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقه ولاد. ورقه تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد. زهقتنا يا شيخ. مين؟ افتح يا خالد. هو الحي يرجع؟ افتح يا خالد. ما تردش عليه. انتوا في ايه قال لك؟ انتوا بتعملوا ايه؟ جبت شاي ام حسن؟ ايوه امال جبت شاي ام حسن. جبته. فين؟ جبته اهو. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم الخمي؟ انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طيب. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه تمام. ما هي المونة اهي. اكده وكمان هتستعملي. اصلها تقيلة قوي يا ريس. يا ريس بيري. حلوة دي خفتك اللي تجيلة. لا والله يا ده. ايه ده انت هتحصر معاي؟ طيب غور من قدامي وما تستناش هنيه. غور ما تشتغلش هنيه. كيف ايه؟ الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقة واحدة. بس ما تقولش ولا. انكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال رأي المثل بنشتغل في الشقة برضه مش عاجل. قلت لك خور من قدامي وما تستناش هنا بره. بره بره. الأرزاق على الله. كتكميلة وأنت باغل عامل زي جاروس التين كده. كده؟ أيوه. وكمان هتشتمني. أيوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس. اوعى كده يا ريس. اوعى كده. عيب يا ريس. عيب يا ريس. عيب يا ريس. اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيل ولا حط. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ تعالى بسيط. بره. Thank you.
يعني ايه؟ تعقل؟ انا مكسوب. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار، موضع ما يقص صاحبه. الله، يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم؟ انت مالك انت؟ وانا عمري حينفع في الشغلانه ده. انت بتلطف في ايه قطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال، الله يسامحك. تقولي على نعمة ربنا. اربه. يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اختي زيي. هتنفخر بي يا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا. عايز ايه؟ عم الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجروا له العربيه. يجروا له العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجاني. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتنفذ من هنا. قومي كخاب، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فيز انت اهو، قوم يا خالد كمان. يا فوطة يا مجنونة يا فوطة. فوطة ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط، لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر، قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجاني. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسة حلوة قوي، شوف الكوسة عاملة ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسة. والطماطم تلاقيها النهاردة ما تلاقيهاش بكرة. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العرض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساءه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربية وتيجي على البيت او بالمرة تتعشى بهالو. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. طب كنت هجر ايه ولا حاجة؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيلة يا ولا، لحسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه، السح اللح تفوق شيلوا الواد من ابوه. انت يا خيلة يا خيلة. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى. ايه اللي اخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟
فين الحمار ومين اللي بك الحمار؟ واني مال؟ لما يجي بأسأله. أسأله؟ ده انا هروح في سد الداهية. يا ولا ولا محمد. يا صاحب. بس يا ولا. بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ بس يا ولا. ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجة فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. أحسن حل إنك ترجع بلدك. أنا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمة العيش هنا صعبة. لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزادة شوية كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ فضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل موقف التاكسي الاجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الاجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا اخينا. ادفع الاجرة يا اخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى دفعت الاجرة مضاعف. قال لا انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. دخلي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تسوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي. امشي ما تتناشى الشروق كمان. ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدا المية انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. قال هو مش ده بيت ربنا؟ قال لي معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين. اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مش عايز الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا، لا يا ابويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا النظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزوش ليه؟ إن شاء الله، بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذة، أصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانا. يا
سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني احنا في استريحه. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي الغبي يا حسسانين، انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتك. انتكت؟ انتكت ايه؟ قزقعين هياكلوا الشهد. قزقعين هياكلوا شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهادة الملائمة اللي تلائمه ويبقى طاقة القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا حزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذ الحلزوني واروح بلدنا. روح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. انا وادخل الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. ادي اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه روم بعدين، عارف مرقه روم؟ اسمع كلامي، محدش عارف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهية. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهية. بس يا جماعة هو. اهلا سي جمعة. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى. ده انا مش موجود. ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا؟ علاقة؟ ده انا شاع. احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا ده. انا دكتور، دكتور جمعة. ومئة مرة قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسة تتمناني. في ايه يا استاذ؟ يا هاموش، يا سيد هاموش، خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. طب خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. خلاص انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية
استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعالي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحموا، ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جايب تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خالص مش حاضر تتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النظارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك. انت بلاش رماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و16 قرش.
وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنية. احنا اللي ولاد جنية. عامل 28 جنيه و16 قرش. 28 جنيه و16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه، ده سكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت ماني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكره تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانيه، ما نحبش تاكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ ده حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الاكل اللي انا اكلته ده ب6 جنيه و20 قرش. ليه؟ قاعده في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حته لحمه قد كده مشويه وشويه سلطه ب6 جنيه. من فضلك يا انسه، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك ايه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه. من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ
دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي. الحساب عندني. عندك انت ده ايه؟ وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي بس قصدي. خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني. مش في بقشيش برضو؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات الوقت؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهدي الزباين ولا بلاش. تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقلك من نقل الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ما اجيش هنا تاني. يا ستي خلاص هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل مسكويت. ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت نادلين ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو ما تلعب العب. مره جاء واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موس. مال متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله. انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. يومياتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم. عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل على راي المثل. كان فجر وطلع لبره. هات هات يا سيدي احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه. ايه؟ قلنا صارمه. انا اسمي صارمه. يا سيدي ما فرقش كتير وريني. والله ما تفرق كتير حتى الجزمه احسن. ايدي. امسك يا بلغه. يا ربنا يكرمك يا ربنا يخليكم يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني 2 ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10,000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم ربنا ما يحرمكم من نظركم.
الهي ربنا يكرمك يا ست. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيد؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اطلع فوق. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا خمسة من رجالتنا. ايه الحملات؟ امال كانوا فين النضرجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا النحس. يظني ان ده موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقولك امنعوا المتسولين من اجل السياحة والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص معليش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد. قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. سرمه. ايه سرمه؟ اسمي سرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والسرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ده بنخاف نصرف، ده نصحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا نعيش مرتين مش كده؟ حسبهم لمين يا عباه؟ سرمه. ايه سرمه؟ حسبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين اخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. انا اقولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسه؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب، 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمك؟ ايه هو مين ده؟ استاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. طيب يا ترى انت فين؟ يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش يا تعالوا فرحين، بدكم خيمه بقى كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا ساموش انت؟ اخلص يا هلا، ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبة، محدش من عينك. ما تقولش واد.
ما تيجي تاخد لك قلمين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تتيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه، تمام كان برضو ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي، تلميذ شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عينه عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقنة. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. ده اللي ما جاش اللي انت بتدوري عليه؟ انا ما بدورش على حد، اما مش ده مطعم؟
ايوه مطعم، انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجه دي، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله، اسبوع بحاله انا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزيف وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ اهو عجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا يعني انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اخو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سوى 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكو دي. تفتح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوة أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه، دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي. أتغدى؟ لا يا عم، حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلنا ولعه. ولعه ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شغل حاجه على شغل حاجه. علي النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. عيب ايه؟ مش حاجة بقى، شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوانة في سلوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكرة. خلاص بكرة بكرة. إلهي ربنا يكرمك.
نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليه. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. هو كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. قال وانت ملك انت جناح انت، انت عايز مني ايه؟ لما في زبونة لما يديلك. قال وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازلة راخ عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش، انا من عيلة كلها تعيم لكنها موهوبة. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور. الله ربنا يكرمك. نه دولار ايجيب سان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي 35000 جنيه للشقه. يا بلاش يا بلاش 35000 جنيه للشقه. الو اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني مش عاوز معوحه كتير. وضوح يا فايق انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. مالك فايق بيه؟ ما لاحظتش حاجه تحت يا حمد. حاجه زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجه تحت؟ اه بيغسلوا سلم العماره النهارده. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوه دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومالي الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين حيفوتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه خايب؟ ربنا يرزقه يا سعاده البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. تشكر يا اخيني.
ايه ده؟ ربع جنيه هو بحاله. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين ساخ، تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين، كبداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة. فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة؟ شاب جذاب زيك أنت. كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فم. أه فم. أنا فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا من دي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا مثلا. خلاص ما دام مثلا مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الله بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا مثلا. ايوه طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة. طلع مش عارف والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوة زي القمر وقعد معاها في كاسينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر. صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتة. تعجبني عريس. الله عريس؟ اه ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو وما بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقول ان انا قلتلك. لا ما تخافيش والختنة الشريفة من هاي. تعجبني. اتفضل. يا ساتر يا ساتر دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي اوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقولي يا نانا. اتفضل. مين يا نانا؟
فين البرتوشي؟ ايه البرتوشي؟ الحمد لله في نعمات ارحم 50 مره. يا بنت يا شقيه ده بخش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فين. اهلا وسهلا. انا بنتي عايزه كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا لالا انت قلت تشرب ايه؟ كل نتفليكس حاجه ساعه. اي حاجه حاجه ساعه يا لالا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنه؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجه. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوه. يعني شغله كويسه وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ لا 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 والله دمك خفيف. الحاجه الساعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي نخليها شربات. الشربات يا نانا. انت ما صدقت. ما تسخطيشني بال مدلوقين عليه. الف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تسخطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك لانك هتشرفني وهترفع راسي، لاني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. مالك يا لاجا؟ مش في الفورمة يعني؟ وبعدين ده الدنيا حلاوة والقبيك كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات شحات ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. ايه
يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجة، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحيت ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسة للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيولة معاه، صح الكلام؟ عايدة. يا عيون عايدة. انت طيبة قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقة انا ما استهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحة كده انا عايز ادكم بومبة. بومبة ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينة اهي خلاص. انا ما استهلكيش. انا اصلي جربوع، ورحمة ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، ادي جربوع. جربوع؟ عايدة. عايدة، انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايدة، عايدة. وهاني لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين، وحرام اذيتهم. انما انا شحات، مفيش اوطى من كده. متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي؟ ما تسيبني في حال، ما تجيب يا سيدي.
هندرس شويه مع بعض. ايه؟ ادينا حاسب لك الدنيا ولك ليه؟ ضايقتك شويه مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتني؟ البدنوزيل اللي كانت معاك خطيبتك مش كده؟ الا وانت عرفت منين؟ إيه؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعه ما خرجت من اللوكان ده شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومه، انا ما عملتش حاجه، انا انت حكومه. مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجه. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغايه ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات. ايه رايك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سريه ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرتك الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايره. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك، تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف، وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانة. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش اي اساس من الصحة. وانت فعلا ما شفتش حاجة. تقرير ايه وإدارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاج. هو الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شوبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار ايديت سان ماني، الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدع انت؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكاية؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه غير. الله،
المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عامل لي مش عارف تقرا. فاستهل. إنما أنت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. أنت مالك بقى؟ طب أنا لما أقدم التقرير ده للإدارة بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ أهو على الأقل هتسكتهم عني شهور ولا سنة. وأنا مش عايز أكتر من كده. أنا الكلام كتر عليا. وأنا عايز أريح الحكومة. لا كتر خيرك. على الأقل ياخدوا بالهم من الفران. بيقول لك مرة واحد رفاق لعب في حبه رسم على صدره قطة. حلوة. مش قلت لك دمك خفيف؟ أيوه أنا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابصم احسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. دي امضه دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت تتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. هلا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا, لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني، أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش، أنا مش حظهره اللي إذا خنتني. ما بلاش. ده شرطي الأساسي. أمري لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقاربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة. وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. Thank you.
الله. مديرية الأمن وحياتي. ممكن اشيل الشنطه دي عندك خمس دقايق وحياه ابوك؟ ايه فيها فن الله. تشكر يا اخوي. عايزني؟ انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسي اللي فات، انا كنت بعمل دي لمصلحتي. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه والعيش تعيش عايد. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى، ده خشبه حبشي؟ انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايه. انت زعزوعة عمري. انا زع هو كده اضحك يا شيخ، منعول ابو الدنيا لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين احسن، دول اصحاب فضل علينا. ايه يا عايده؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ الله، انتوا مش هنكتب بالكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنزدكم دلوقتي على الله الشهر متعلقات واجي لكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني، يلا هناكل يا عيني. وظبط واحد مسطول على الناصية بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي. بعد يخبط على الباب ربع ساعة، طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفة بس عاوزة توضيح. توضيح بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو إني اللي زيكم ما يتجمعوش إلا في جهنم. الله 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 الله، إيه الدخل دي؟ أنا جاي أقول لكم أشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هيلا توريني وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا أنت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. أنا جاي أقول لكم أنا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي طب نصوحة هموش، وحسكم عينكم أشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. الله، ده أنت طايح قوي. أوي 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 يا غبي، وأي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن على. أنت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا أقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. أيوة بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو إني اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان أنتوا كلاب. أنا كلب؟ يا خسارة، النموذج اللي أنا عملته باظ. نفسي أقابل حد فيكم ولو صدفة، هقطع خبره. جاكوا ضايق المية لما تتجقر تحت منكم. إيه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز قطورة، ما تخلوش غيبة عن عينك، جري! أمرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 سته تانيه، ولو قفلنا عليه سي 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 سته تانيه هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم الواد ده اذا ما رجعش
لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لأن لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناه. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. اي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. او انا في سبيل بقائها. انت مسقف انت على النعمة، انت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعة، لازم تحضر لنا واحد تاني لان المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي تحكت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي حكاها عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا بيه، اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بسالك بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساس سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتكناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا، تيجي انت تاخده مننا سفلاء. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي، احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه اللي لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده من عمري يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في عمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. أنا خايف يا سعادة البيه لأكون مسألة الشحاتين دي مقلب مدبر البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أوانطة. آه اهلا يا سعادة البيه.
اهلا يا حسن. اهلا يا عم. اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعد البيه. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرح بكره. وبيقولوا عامل فرح انتك فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلع الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه، ما تقولش عليه حرامي مش كده. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلت لهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150 الف جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. اتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسأل حوش يا عم يا بندهولك هناك. طب بعد اذنكم. جاي هو. قلت ايه؟ مش عايزين نضيع وقت. اشارة واحدة وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هبقول لك. أنا دلوقتي
الصباحية هبقولك. مش تفهمني بس انت بتتبسط. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا هفضل قاعد. هو في ايه يا حسنين؟ الصباحية هبقولك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ مش عارف انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن ايه؟ الصباحية هبقول لك. حسنين! صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. هو في ايه؟ الصباحية هبقول. فين؟ الصباحية. ماما كتوة حبيبي غبي. يا موسى تعال تعال تعال. امسكوهم. انا ماليش دعوة، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا صفايق، كل اللي انت عملته مع حسنين كان متراقب، واحنا سهلنا لك المأمورية وادينا لك الدوسيه اللي اقنعك انه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ ادي الحكومة 150,000 جنيه يا غبي. ده انت اللي غبي. ده اللي خدت 50,000 جنيه مكافأة من الحكومة. حلالي. تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك. هاتي بوسي زي بتوع السيم. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مين ده؟ مالناش دعوة دلوقتي نصيرهم. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. اه اسمع، خدهم واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى حبك.